يا الله يا الله أفلح من صلى على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. على محبة سيدي ومولاي أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم. نبارك لكم هذا اليوم المبارك السعيد، ولادة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، رزقنا الله في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. أزور سيدي ومولاي وإمامي أمير المؤمنين عليه السلام نيابة عن سيدي ومولاي وإمامي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، أصالة عن نفسي ونيابة عن شيعة أمير المؤمنين جميعا، قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك أيها النبأ العظيم، السلام عليك أيها الصديق الرشيد، السلام عليك أيها البر الزكي، السلام عليك يا وصي رب العالمين، السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا خيرة الله على الخلق أجمعين. أشهد أنك حبيب الله وخاصة الله وخالصته، السلام عليك يا ولي الله وموضع سره وعيبة علمه وخازن وحيه، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف ورحمة الله وبركاته. زيارة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة، ونحن لك أولياء مصدقون، ولكل ما أتى به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم وأتى به وصيه عليه السلام مسلمون. ونحن نسألك اللهم إذ كنا مصدقين لكم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتهم عليهم السلام. والسلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لتشرفنا وإياكم بجوار المولى أمير المؤمنين، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لسلامتكم ولسلامة جميع الزائرين الوافدين إلى هذا المكان المقدس، الثانية غفر الله لكم. صل على محمد وآل محمد. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، الثالثة بأعلى أصواتكم. صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، المسمى في السماء أحمد وفي الأراضين أبي الزهراء محمد. صل على محمد وآل محمد. صلوات ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها وخدمتها وفي الآخرة شفاعتها، إنه سميع مجيب. وبهذه المناسبة العطرة نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى المراجع العظام، سائلين من الباري عز وجل بهذه المناسبة العطرة أن يقضي حوائجنا ويشافي مرضانا ويعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا، ويوفقنا وإياكم لخدمة هذا الإمام العظيم، إنه سميع مجيب. لهذه المناسبة العطرة أعدت فرقة إنشاد العتبة العلوية المقدسة أنشودة بعنوان الكوثر، سائلين من الباري عز وجل أن يتقبل منا هذا القليل بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. ضاء الأرجاء نور الزغراء جاءنا نور نور الله قد جاءنا نور وأضاء الأرجاء من نور الزهراء وأضاء الأرجاء من نور الزهراء من نور الزهراء للظامئين كوثر بنت الأمين من إله العالمين بيت طه قد تماها في علاها بنت الأمين بنت الأمين صوت ملكوتي يعلو في أرض وسماء بشراك محمد قد ولدت فاطمة الزهراء تزهو الحياة
بنورها سر النجاة بفضلها عطر الهدى بعطرها نيل الثبات بذكرها ليس سواها لو لم تخلق كفء للضيغم حيدر ليس سواها لو لم تخلق كفء للضيغم حيدر جاءت للعالم بشرى فهي الأولى والأخرى جاءت للعالم بشرى فهي الأولى والأخرى فاطمة فاطمة معناها كوثر حيدر فاطمة فاطمة معناها كوثر حيدر في مدحها في شأنها يعجز الكلم فالكون لولا نورها قد غدا عدم في مدحها في شأنها يعجز الكلم فالكون لولا نورها قد غدا عدم فاطمة فاطمة معناها كوثر حيدر فاطمة فاطمة معناها كوثر حيدر كوثر حيدر قد أفلح من صلى على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك يا الله اللهم وفقنا لخدمة محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وخدمتهم وفي الآخرة شفاعتهم يا أرحم الراحمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين